انضموا الينا من لندن الاستاذ قصي المعتصم الباحث في الشؤون السياسيه والعسكريه. اهلا بكم استاذ قصي الاستوديو الرافدين. لماذا برايك تراجع ترامب عن لقاء نظيره الكوري الشمالي بعد اجواء وصفها ترامب نفسه بالايجابيه مع كيم جونغ اون؟ تحياتي لك ولجمهور قناه الرافدين الافاضل. حياك الله. بدءا مساله النزاع الكوري الامريكي هو ليس بالجديد، وانما هو منذ عام 1953 عندما تدخلت الولايات المتحده في الحرب الكوريه ما بين 50 و 53، وادت الى تقسيم كوريا لجزئين. ما حصل في الاشهر الماضيه مفاجاه كبيره كانت للولايات المتحده من خلال تحرك الرئيس الكوري الشمالي كيم جون اون نحو كوريا الجنوبيه، واجراء المصالحه ومحاوله إعادة لملمة جراح الكوريين وكمرحلة أولى لتوحيد الكوريتين مستقبلا. هذا الأمر بالتحديد يجعل الولايات المتحدة يعني في موقف حرج جدا. هذا التغيير المفاجئ في سياسة الرئيس كوريا الشمالية يجعل من منطقة كوريا منطقة منزوعة السلاح النووي حسب طلب كوريا الشمالية، وهي بادرت منذ الآن بإغلاق مواقع التجارب النووية وبدأت بإيقاف تجاربها على الصواريخ. كل هذا الأمر، وهي دولة نووية أصبحت يعني معروفة على مستوى العالم، الرئيس الكوري الشمالي غير من سياسته، ولكن الولايات المتحدة منذ بداية أزمة كوريا منذ ما قلت 1953 إلى الآن تتخذ، وهنا هي النقطة الأساسية، تتخذ من الصراع بين الكوريتين سبب لتواجدها في هذه المنطقة التي تمثل لها يعني الخط الدفاع الأول للولايات المتحدة تجاه الصين وروسيا، حيث أن لديها 30,000 جندي في كوريا الجنوبية، ولديها رؤوس نووية، ولديها في جزيرة يوكوهاما اليابانية أيضا رؤوس نووية. هذه الرؤوس النووية ليست لتهديد كوريا الشمالية، وإنما وسيلة ردع تجاه الصين أولا وبعدها روسيا. وبالتالي شعور الولايات المتحدة برغبة كوريا بنزع السلاح النووي من المنطقة كلها، يعني كوريتين واليابان، هذا بالنسبة لكوريا لا يمكن، عفوا لأمريكا لا يمكن أن تقبل. برأيك أستاذ قصي، هل الصين وروسيا دور في فشل أو إفشال اللقاء بين ترامب وكيم جونغ اون؟ لا بالعكس، يعني نجاح المفاوضات ونزع السلاح يكون في مصلحة الصين وروسيا، لكونها ستكون المنطقة منزوعة من السلاح النووي الذي يشكل خط الدفاع للولايات المتحدة ويشكل لها يعني تهديد مباشر أقرب، بحيث أن بين سيول وبكين حوالي يعني 1000 كيلومتر أو أقل من ذلك. وهذا يعني في الحرب النووية يعتبر يعني خطوة استباقية، لكون المديات بين الصين وروسيا وأمريكا تتجاوز 8,000 إلى 10,000 كيلومتر كما هي بين كوريا الشمالية وأمريكا. وبالتالي قرب الأسلحة النووية من القوتين العظميين روسيا والصين يمثل تهديد مباشر لها وخطر كبير من الشرق ومن الولايات المتحدة تحديدا. نعم أستاذ، في أي الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، ألم يكن من الأجدى لقاء ترامب مع كيم جونغ اون في وقت يتجه فيه للتصعيد، أي ترامب مع إيران؟ الموضوع لا حقيقة طبعا إيران موضوعها نفس الشيء، هي لا تريد أن تحل أزمة كوريا، ولا تريد أن يعني تتخلى عن سلاحها النووي وتصبح قوة السلام، لكون السلام في كوريا سيجعل من وجود الولايات المتحدة غير مرغوب فيه. كما هو السلام في إيران وتخليه عن أسلحة نووية وانكفاها عن الأحداث في المنطقة، هذا تطالب فيه الولايات المتحدة، ولكن حقيقة الأمر هي لا تريده، لأنه لو حصل سلام في كوريا وفي إيران، أي أنها انسحبت إيران من كل ما يتدعي أمريكا، هذا يعني لا يوجد ما يهدد المنطقة العربية كعدو إلا إسرائيل فقط. وبالتالي كل عقود التسليح والتواجد الأمريكي في هذه المنطقة ومليارات العقود كلها ستتوقف، وبالتالي يتجه العرب إلى العدو الأساسي اللي كان موجود وهو الكيان الصهيوني. بوقت الآن يستغل ترامب
هذه الدعايه من مع ايران، وبنفس الوقت ينقل سفاره اسرائيل الى القدس، واليوم يفكر بالاعتراف بالجولان من ضمن اسرائيل. يعني هذا التناقض معروف، وعلى العرب ان يدركوا ان هذا يعني الشخص الامريكي او الرئيس الامريكي لا يمكن الوثوق به شخصيا ولا بالسياسه الامريكيه التي لم تقدم شيء للعرب على مدى عشرات السنين. نعم أستاذ قصي، يعني ترامب يلوح بالخيار العسكري بعد إغلاق القمة مع الزعيم الكوري الشمالي، هل ترى بأن الأمور فعلا قد تتجه للتصعيد بين أمريكا وكوريا الشمالية؟ حقيقة لا يمكن، وأقول لك إياها وأؤكد عليك، لا يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بأي عمل عسكري تجاه كوريا الشمالية، ليس خوفا على أمريكا بالذات، ولكن لديها قوات في كوريا الجنوبية ولديها أسلحة نووية، والقوات كوريا الشمالية جاهزة للدخول إلى كوريا الجنوبية خلال ساعات. وبالتالي أيضا خطر على اليابان، وبهذه الحالة ستكون القواعد الأمريكية في يوكوهاما وفي كوريا الجنوبية في خطر كبير، وممكن أن يعني يصعد الموقف إلى موقف دولي، وذلك يعني مشكلة كبيرة للولايات المتحدة، لأنه هناك علاقات مع الصين، علاقات مع روسيا، المنطقة لا يمكن أن تدخلها أمريكا أو يزداد نفوذها في هذا المكان الذي هو متاخم لحدود دولتين عظميين أخريين. وبالتالي هذه التهديدات كما هي التهديدات ضد إيران لا يمكن أن يصدقها عاقل، لكون وجود هذين النظامين الموجودين بهذه الوضعية وبهذا التصعيد من أنهم يمثلون خطر هو سبب لتواجد الولايات المتحدة وقواتها في منطقة الخليج أو في منطقة في اليابان وكوريا الجنوبية. الأستاذ قصي المعتصم، الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.